السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، معكم محمد عبلة. النهاردة معانا معرض مهم جدا، معرض ده هيتعمل في كندا اسمه ايكان. المعرض ممتاز جدا جدا، المعرض ده من 2016 مشارك فيه في اعداد المعرض ده الويبو، طبعا الجهة الدولية اللي احنا عارفينها كلها، والإفيا برضو معرض او جهة تحكيمية، ولهم برضو معرض كبير ومعارض، وهي جهة داعمة لاكثر المعارض الدولية. جهتين مهمين جدا في معرض برضو مهم في كندا. طبعا كندا دولة من الدول المهمة. المعرض ده فرصة كبيرة جدا، مخترعين اللي هم شايفين فكرتهم مش مناسبة في الوطن العربي عايزين يطلعوها برا. اي حد، اي مخترع، اي مخترع، كلام عام للجميع، مفيش اي شروط في المعارض دي، مفيش شروط غير الشروط البسيطة اللي انا هقولها دي، مفيش اي شروط. من حقك تشارك وتشترك في المعرض ده، وهي حاجة بسيطة جدا. هيحتاج منك براءة اختراع، وهيحتاج منك نموذج، وهو ده النقطتين اللي هيقيموا عليهم الموضوع بتاعك. مش محتاج منك اي شهادة، مش محتاج منك حاجات اكتر من كده. نقط مهمة بالنسبة لك، براءة الاختراع والنموذج. فخلينا نتكلم الاول على ايه الاستفادة اللي هتعود عليا. انا لابس الميدالية دي عشان عايز اشجعك، عايز احمسك عشان تدخل في المسابقة دي وتستفيد. دخولك في المعارض دي او المسابقات دي اخدت فيها ميدالية ذهبية، اخدت فيها ميدالية برونزية، فضية، كل الميداليات كلها التجربة دي استفادة كبيرة جدا. سيبك من الميدالية نفسها، ودي تقييم للمشروع اللي انت قدمته. اوقات احنا ما كناش شايفين المشروع ده حاجة كبيرة جدا، او شايفين الفكرة بتاعتنا والله ضعيفة جدا. كتير مننا، انا لما شاركت بالمسابقة او بالاختراع بتاعي في البداية، انا كنتش عارف لو ممكن يجيب كل الميداليات دي. انا كنت شايفه فكرة عادية يعني، او بسيطة. انا ممكن قلت لنفسي ممكن اكون انا واهم، او متخيل انها فكرة كويسة. او طبعا لان انا مش شايف الجهة التانية، مش شايف تقييم الناس او اراء الناس على الفكرة بتاعتي. هو ده اللي عملته وخدت التجربة. لكن الاعداد الجيد، طبعا اول ما جيت ادخل المسابقات او المعارض الدولية، اول حاجة قالوا لي خلي بالك انت مش هتكسب في الاول 100%، مستحيل تكسب في الاول. اعمل حسابك ان انت مش هتكسب في الاول، انت هتخد التجربة، تدخل مسابقة دولية وتخش اللي بعدها واللي بعدها، بعدين تكسب. ودي كانت اراء بعض الناس. كويس، دخلت اول مسابقة الحمد لله، واول معرض بالنسبة لي كسبت ميدالية ذهبية ودرع الابداع وحوالي 5 شهادات. ليه؟ هي جت صدفة كده ولا هم يعني رأفوا بحالي عشان لوني اول مرة اشارك؟ لا، ما كانش الموضوع كده. عملت اعداد جيد جدا، اعداد جيد يعني تجهيز اللي عليا، وربنا بيسهل الامور. ربنا شاف اللي انا تعبت وعملت مجهود، قدمت حاجة جيدة، كل الباقي ان شاء الله بسهل وربنا بيفتح لك الابواب. موضوع السفر بالنسبة لي لاي دولة، برضو ارجع اعيد النقطة دي، لاي دولة على مستوى العالم كان سهل جدا. الموضوع ما كانش صعب في الغالب، ما فيش حاجة خدت معايا وقت يعني، كله اوراق بتخلص بسرعه جدا. الموضوع فيه تساهل بشكل كبير. انا مسافر بشكل رسمي لجهات رسميه علميه، موضوع سهل، السفر مش صعب خالص، مفيش حاجه في الموضوع ان شاء الله صعبه. لكن الموضوع بيتوقف عليك وعلى اختيارك انت عايز ولا لا. زي نرجع نقول اول نقطه، هستفيد ميدالية؟ اه طبعا هتستفيد ميدالية تقيم مشروعك بشكل كبير. في نقط كثيرة بقى، بس انا خليني ايه اتكلم لك عن نقطة نقطة. اول حاجة هنقول هستفيد ميدالية تقيم مشروع اللي انا قدمته او اختراع اللي انا قدمته مستوى ايه بين المخترعين او بين العارضين. انا مستواي ايه، قوي ولا ضعيف؟ ولا ضعيف جدا، انت هتشوف بنفسك وهتحكم طبعا، لان انت هتقابل جمهور. غير طبعا تقييم المعرض كله بيكون حاجة مهمة جدا. حاجة تانية بعتبرها كنز، وبعتبرها مرحلة تانية خالص بعيد عن اي شهادة ولا ميدالية، حاجة قوية جدا، وهو الكتيب. طبعا الكلام ده بتاع معرض تاني ان شاء الله كلكم نصيب، لما اول ما ينزل انا هبلغكم عنه. الكتيب ده كنز كنز كنز. ليه؟ لان الكتيب ده فيه مخترعين على مستوى العالم، بس مش هو ده الكنز. الكنز بقى لما انت تلاقي اسمك جوه وسط المخترعين. المخترعين دول اللي على مستوى العالم دول، اللي طبعا كل دوله هتلاقي ليها هنا مخترع وبياناته. كويس، يكون لك نصيب ان شاء الله يا رب يكرمكم جميعا، يكون اسمك موجود هنا في الكتيب ده. خلاص انت اسمك محفوظ في الكتيب ده، موجود اللي انت مخترع دولي
اشتركت في معرض دولي كتب اسمك في الكتيب وسط المخترعين الدوليين. انا طبعا بيجي لي ايميلات باسمي برقم تليفوني، بيجي لي ايميلات عن معارض، وكمان ساعة ما دخلت المعرض ده تحديدا انا خدت هدية 3 معارض دولية ببلاش. المعرض ده لما روحته طبعا عشان لاني سابق قبل كده في معرضين 3 ودخلت الحمد لله عملت مستوى كويس في المعرض ده، انا ما دفعتش ثمن الاشتراك، ما دفعتش الاقامه الفندق كويس، دفعت بس ايه الطيران. ده ليه انا عملت كده؟ لان الحمد لله كان ليا سابقه اعمال تقول لي انا شخصيا الحمد لله ليا وضعي، فهم بيدوروا على الناس برضو يخلوا المعرض شكله كويس. فساعتها قالوا لي طيب احنا هندفع كل دول وانت بس تدفع الطيران. ساعتها دفعت الطيران كانت حاجه بسيطه، وكانت الاقامه كامله هناك يعني كمان في الفندق اللي جنب المعرض، كان مكان الحمد لله ممتاز جدا، والمعامله كانت ممتازه جدا في ماليزيا او شرق اسيا بصراحه، معاملتهم جيده والله بكل امانه، مفيش عندهم جزء نفسي كده ما تحسش ان هم في تنافس يعني يكرهوك مثلا عشان انت عربي او لا لا، بصراحه معامله جيده جدا، حبهم للعلم بيخلوا اصحاب العلم هم الاعلى، حتى معاملة الحكومة للعلماء أو أصحاب الأفكار بتعملهم معاملة تانية، وموضوع ممتاز ممتاز جدا. طبعا بتكلم عن المعرض ده كمان في كندا، يعني مش في ماليزيا، المعرض ده في كندا، وهيشارك معك بقى ناس من فئات كتيرة على مستوى العالم من كل دول العالم. المعرض ده طبعا مفتوح للجميع، المعرض ده من 2016 زي ما قلت لكم، معرض مهم. زي ما نقول أول حاجة استفادتنا كميدالية تقييمية لينا وجودك في الكتيب ده حاجة ممتازة. تخيل اسمك موجود في المعارض الدولية، معروف أنت مين. طبعا لما تعمل مستوى كويس ده يبقى حاجة ممتازة ليك. نخش على النقطة كمان الجميلة جدا، العلاقات بقى. أنا بقى أكون قاعد بعرض فكرتي، بيجي لي المستثمر، بيجي لي طلاب، بيجي لي باحثين، بيجي لي ناس على ممكن اقتصاديين، يجي لي ناس كمان من الحكومة، يجي لي ناس على مستوى كبير جدا. أنت في معرض للمخترعين بيجي لك ناس كتيرة جدا، علاقات، بيجي لك كروت، هتلاقي في كروت، هتلاقي في ناس خدت منك رقم تليفون، هيحصل تواصل بينك وبين الناس على فكرتك وأنت شخصيا لو تحب تاخد منها. هو ده اللي كان بيحصل، أنا كنت بروح المعارض كان بيحصل كده، بتلاقي ناس بتقدم لك، جامعات بتشارك، تحب تاخد منها، تحب كذا، تحب بكذا. وضعك في المعارض ده بيكون فعلا فرصة ممتازة لعرض الفكرة. انت موجود وسط معرض المخترعين، فبيجي لك مستثمرين. هو المعرض معمول عشان كده، المعرض معمول ليه؟ احنا بنعرض ليه؟ عشان نشوف احنا افكارنا ننافس ما منها؟ لا طبعا، هو المعرض بيبقى هدفه وجود مستثمرين، اذا كان بقى من الدولة نفسها او من الناس اللي هي بتيجي، او في ناس بتيجي كمان من دول تانية بس مجرد اللي هو يتفرج على الافكار، عايز مثلا يشتري الفكرة دي او يستثمر في الفكرة دي. فهي فرصة قوية زي ما قلت، انت عندك فايدة حتى هنقول عليها بمرحلة اولى ميدالية الكتيب اللي انت ان شاء الله هتكون اسمك موجود بين المخترعين. كمان عندنا العلاقات اللي انت هتتعرف على ناس كتيرة، خبرات، دماغك هتختلف. انت الاسبوع ده الحمد لله يعني كنت بروح مثلا معرض، الاسبوع ده برجع بعديه شخص تاني، هتلاقي فيه علوم انت ما تعرفش عنها، هتلاقي فيه افكار انت ما تعرفش عنها، وحاجات غريبة انت شفتها مع شباب ومخترعين، دماغك هتختلف، هتتطور في خلال اسبوع. هو انا المعرض بقعد اسبوع، ما بطولش حتى ما اقعدش مده اطول، باخد اسبوع بس اسافر وارجع، هي مده المعرض مثلا يوم قبلها ويوم بعديها بس بالكتير وخلص. هتستفيد استفاده انت مش هتلاقيها في اي حته تانية بهذه الطريقه، علشان انت صاحب فكره. خلينا نرجع بقى لنقطه تانية عشان برضو نكون عمليين. هتقولي طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ طيب انت، احنا عندنا المعرض ده هيبقى شهر 5، فاحنا عندنا مثلا 4 شهور كويس؟ ال4 شهور يكفوا، يكفوا 3 شهور يكفوا، يكفوا شهرين كمان، يكفوا شهر كمان، يكفوا كويس؟ لكن طبعا زي ما بقول الاعداد الجيد، فانت عندك 4 شهور فرصة كويسة انك انت تعمل اعداد. ايه الاعداد اللي احنا نعمله؟ اول حاجه خلينا نتكلم على الفكره. انت عارف فكرتك، شايفها مناسبه للوطن العربي ولا شايفها مناسبه لدول بره؟ فهي فرصتك لو دولي تمسك بالموضوع. الفكره اللي احنا بنعملها او الاختراع اللي احنا بنعمله ده مشروع هنستفيد منه ماديا، انت عارف ان انت فكرتك مناسبه دوليا، توكل على الله وركز ان انت توصل وتشترك. حلو كده. انت حتى لو فكرتك حتى على مستوى محلي، وجود الميداليات دي لما تاخدها وتقول الاختراع بتاعي ده، زي انا بتكلم بقول اختراعي ده حصل على 6 ميداليات ذهب، لما انا اقول لك اختراعي ده حصل على 6 ميداليات ذهب،
هل يتساوى لما انا اقول لك ان نفس الشخص معايا اختراع مش حاصل على ولا ميداليه؟ اكيد في اختلاف صح. فالفكره نفسها بتستفيد بالميداليات، بتستفيد بالتقييمات، تستفيد انها شاركت في مسابقات دوليه. نخش بعد كده اللي احنا قلنا عندنا 4 شهور احنا بنبص على الفكره بتاعتنا، بنشوف الفكره ايه نظامها، شايفها جاهزه لا مش جاهزه، ابدا جهزها، بتعمل اعداد للفكره جيد. بتخش تاني حاجه طبعا النقط المهمه اللي احنا عايزينها واحنا داخلين المسابقه دي، براءه الاختراع. ايه اخبار براءه الاختراع؟ مسجل ولا مش مسجل؟ هو يكفي التسجيل الاولي، انا شاركت في المعارض دي بتسجيل اولي، فيكفي يكفي التسجيل الاولي، يعني اي وقت تسجل فيه بعد شهر بعد شهرين تقدر اللي انت تدخل المسابقه باذن الله. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده انا في المركز هنا بقدم الخدمه، يعني كمان مش هقدم لك اللي انا اقدر اسجلك البراءه في شهر، لا احنا بنسجل براءه الاختراع في خلال اسبوع، بنقعد اسبوع نشتغل عليها انا والتيم، بنخلص البراءه في خلال الاسبوع بنسجل الفكره. هي بس ممكن يزيد لو الفكره بتاعتك ناقصه حاجات ومحتاجه تطوير، يعني احنا اوقات مثلا نلاقي الفكره لا محتاجه تطوير، انا مش بسجلها لك زي اي مكتب بيسجل لك الفكره خلاص، لا انا بشوف الفكره محتاجه تطوير بطورها لك، مثلا فيها حاجه ناقصه بكملها لك. فالموضوع ده ممكن ياخد معانا بس ايه وقت شويه، لكن في خلال اسبوع الحمد لله ناس كثيره اتعاملت معايا، بسلمك الفكره في خلال اسبوع تسجلها ان شاء الله. طبعا في اي بلد، انت مش مهم نقول نسجل دولي يعني، لا عادي اي بلد عادي تسجل. هنخش بعد كده على البروتوتايب النموذج. النموذج مهمته اثبات فكرتك، مهمته اثبات فكرتك. والنموذج في السفر مهم جدا، لا يتعدى 30 في 30، هم حتى هيسالوك على المقاس، لو خدت حاجه اكبر من كده هتكلفك في السفر، هتتكسر منك، حاجه صعبه وغاليه وملهاش اي لازمه الحجم الكبير. هو يكفي النموذج ده مناسب لنظر الناس قدامك على الترابيزه، لو معاك مثلا لاب تعرض عليه فيديوهات تعرف بيها الفكره بتاعتك. في النهايه المعارض دي كلها ميزه تنافسيه مهمه جدا، بتنقلك من مرحله لمرحله في خلال اسبوع. تخيل في خلال اسبوع انت هتتعرف على مستوى العالم، ده مبدئيا. طبعا غير اللي انت هتيجي بلدك هتتكرم وهيكون ليك طبعا تقييم مختلف، لان انت رحت، انا خدت ميداليه باسم بلدي مصر، انا رحت مثلا خدت الميداليه دي كسبت ورفعت علم بلدي وقلت انا كسبت الميداليه دي، وانا مين؟ انا مصري. وانت برضو كل واحد مننا هيمثل بلده، فانت حياتك هتختلف. انت قدامك 4 شهور، 4 شهور بس خد قرار انك انت تتغير وتكون احسن، عايز تكون في مرحله كويسه، حتى لو انت شغال، حتى لو انت مهندس، حتى لو انت طالب، انت حياتك هتختلف ما قبل دخول المسابقات دي وبعد المسابقه هتختلف بشكل كبير. الفرصه قدامك ما تضيعهاش. لو عندك اي سؤال طبعا تقدر تتواصل معايا على الواتساب، معاكم المخترع محمد عبله وكيل براءات اختراع. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.